بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون. أولا احنا النهاردة هنتكلم مع بعض على موضوع مهم جدا جدا، هو موضوع النحل وعسل النحل. النحل وعسل النحل، عسل النحل هو دواء مع الأدوية، وغذاء مع الأغذية، وطلاء مع الأطلية، وحلو مع الحلوى، ومفرح مع المفرحات، هكذا قال عنه ابن القيم. فما خلق الله لا بعده ولا قبله، وهذا من آيات النحل. سبحانك ربي العظيم. لما نيجي يا جماعة هنا نبص على النحل وخلية النحل، نلاقي ان احنا نتمنى ان احنا كبشر نكون زينا زي خلية النحل. كمثل، خلية النحل حاجة منظمة جدا جدا جدا، لها أعمال داخلية وأعمال خارجية. في الأعمال الداخلية في عمال شغالين جوه اللي هي الشغالات، والأعمال الخارجية في نحل بيسرح بره عشان خاطر يشوف فيه ورود أو زهور أو خلافه، زائد إن في حارس على الخلية موجود يحرس الخلية، زائد كمان إن في حد جوه بينظف الخلية، زائد كمان إن في كل المضادات أو كل الحاجات اللي ممكن النحل بيستخدمه عشان خاطر ان هو يقاوم بيه اي عدو داخل الخليه. حتى لما بيجي عدو يدخل داخل الخليه، مثلا كالدبور الاحمر، سبحان الله، يكون النحل زي كوره ان هو يرفع درجه الحراره بتاعه الخليه. الدبور دوت بيموت عند درجه حراره 47، وسبحان الله النحل بيموت عند درجه حراره 50 درجه مئويه. ده كله من حكمة ربنا سبحانه وتعالى. النحل ربنا سبحانه وتعالى أوحى لي. سبحانك ربي العظيم. اكتشفوا بعد 3000 سنة في مصر في مقبرة فرعونية إن في إناء فيه عسل. تخيلوا بعد 3000 سنة إن العسل اللي موجود ده سليم، مش في أي حاجة خالص. تخيلوا إن عسل النحل ده فيه شفاء للناس من كل داء، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال دواءك في 3 أشياء: شرطة محجم، وشربة عسل، وقية بالنار، وأنا أنهي أمتي عن قية النار. كل ده في عسل النحل. سبحانك ربي العظيم. حتى لما بيجي عدو يدخل جوه الخلية وليكن، ويجي بعد كده يموت، طيب النحل دوت ما بيقدرش ان هو يخرج الدبور ده بره او العدو ده بره. في نحل بيطلع يجيب حاجه اسمها البروبليز. البروبليز دي وظيفتها جوه الخليه، احنا ده كله بنتكلم جوه الخليه، لسه هنتكلم على الانسان، ان هي بتسد الشقوق وبتسد المسامات اللي موجوده في الخليه. تخيل بقى عشان خاطر ان الدبور دوت او اي عدو تاني زي عقرب او تعبان او اي حاجه دخلت جوه ما تعملش ريحه كريهه، البروبليز دوت بيفرز عليها الماده الطلائيه ديت، يقوم جاي محنط الحاجه دي لغايه ما يجي النحال تاني يوم يشيل الحاجه دي يخرجها بره. ده من حكمه ربنا سبحانه وتعالى. تخيل ان البروبليز ده هو محنط للنحل ومعقم ومضاد حيوي، في من الميزات والفوائد الكبيرة جدا ليه. ده كله داخل الخلية. سألوا ملك عمره 140 سنة ايه سبب نشاطك؟ قال لهم زيت الزيتون مع العسل. عسل النحل صيدلية كاملة لكل الأمراض اللي موجودة في الجسم. عسل النحل استخدامه لكل حاجة ومع كل حاجة، ممكن نضيفه على حاجات كثيرة جدا كمسقط للبشرة والجلد، ممكن نضيفه كمرطبات للشعر وكثافة الشعر، ممكن نضيفه على حاجات تانية تخص المعدة والجهاز الهضمي والجهاز المناعي. ربنا سبحانه وتعالى لما جه خلق النحلة جعل ليها محراب. المحراب ده ان هي مجرد ان هي تنزله او ينزل في جسم اي حد
او آلة اللاسع دي تنزل في، يعني تكون موجودة وهي بتقرص العدو بتاعها زي العقرب او اي حد، او اي حد جه عليها ان هي تموت. حكمة ربنا سبحانه وتعالى في كده ايه؟ ان هي ما ترجعش تاني الخلية مرة تانية علشان خاطر ما تضرش العسل او النحل عن طريق العدوى، او ان هي تتنقل من انسان لانسان تاني. يبقى الحشرة الوحيدة اللي ملهاش اي ضرر في الدنيا هي النحل. الحشرة الوحيدة اللي ملهاش اي اضرار جانبية هي النحل، ما عدا الاشخاص اللي هم بيعانوا من حساسية. اي حد بيتفرج علينا دلوقتي بيعاني من حساسية او من قرص النحل، بلاش ان هو يتبع اللي احنا هنتكلم عليه ده، لان ده هيضره شوية، ولازم ده يكون تحت اشراف طبيب عشان خاطر ما يحصلوش اي مضاعفات جانبية. ودول بس للناس اللي هم عندهم حساسية. والبروبليس دوت لما بيجي، اللي هو المادة الصمغية اللي احنا قلنا عليها ديت، بيجي من حاجة اسمها قلف الأشجار، اللي هو القشور الخارجية للشجر أو الأزهار الخارجية للشجر. طيب أول حاجة بقى احنا نتكلم عليها بالنسبة للنحل هو القرص بتاع النحل. القرص بتاع النحل دوت بيعمل ايه؟ أو مفيد للإنسان في ايه؟ القرص دوت أول حاجة بيعملها، بيعمل حاجة اسمها توسيع للأوعية الدموية. ومعنى كلمة توسيع للأوعية الدموية يبقى إن لو الضغط عنده مرتفع هينزل، يبقى أول حاجة بينزل الضغط المرتفع، ده رقم واحد. رقم اتنين، قرص النحل بيعالج الزيبة الحمراء وخشونة المفاصل وآلام الغضاريف بالكامل، زائد إن هو بيعالج الناس اللي هم بيعانوا من مشاكل في الرئة أو الربو أو المشاكل الصدرية بشكل عام. زائد كمان إن قرص النحل ده يا جماعة بيدي طاقة وباور عالي جدا للناس اللي هم الرياضيين. زائد كمان ان قرص النحل دوت كمكمل غذائي من الدرجة الاولى، خصوصا للناس اللي هم عاوزين او بيفكروا في موضوع الدايت والتخسيس، لان ده يعني بيشكل ليهم جزء كبير جدا من الغذاء بتاعهم، وفي نفس الوقت بيديهم الطاقة والباور اللي هم محتاجينه. فقرص النحل ده يا جماعة مفيد جدا جدا، ومفيد كمان للناس اللي هم عندهم قرح في المعدة او قرح في الركبتين او اي مشاكل خاصة بالقرح بشكل عام. ده كله خاص بقرص النحل. وكمان من ضمن الفوائد بتاعت قرص النحل اللي احنا ممكن نقول عليها، الناس اللي هم بيعانوا من مشاكل التصلب الشرياني او مشاكل الكوليسترول الضار اللي موجود في عندهم او الدهون الثلاثية اللي موجودة، كل المشاكل دي قرص النحل مفيد جدا عشانهم. ولكن قرص النحل هنا ممكن يتاخد مع الادوية اللي احنا ممكن نستخدمها، يعني ما ينفعش ان انا اخد قرص النحل ده لوحده، لا، قرص النحل ده مسكن مضاد حيوي مقوي عام منشط للدوره الدمويه، مفيد جدا لالام الغضروف والخشونه والرئتين والزيبه الحمراء، مفيد جدا لمشاكل القرح بشكل عام، مفيد جدا لمشاكل الجهاز الهضمي، مفيد جدا لمشاكل الجهاز التنفسي، مفيد جدا لمشاكل الجهاز العصبي. قرص النحل ده ليه فوائد كثيره جدا 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 لا تعد ولا تحصى. ومهما انا هتكلم عن النحل وفوائد النحل بشكل عام، طبعا لغايه يوم القيامه هيفضل ابحاث بتتعمل يوميا عن النحل. ولسه الايه اللي حضراتكم سمعتوها دي لغايه النهارده، لغايه النهارده بتتفسر، ولغايه النهارده بتعمل عليها اعجاز علم، ولغايه النهارده بتعمل عليها ابحاث، ان ربنا سبحانه وتعالى اوحى للنحل. ده حاجه كبيره جدا يا جماعه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى فضل النحل، واكبر تفضيل للنحل ان في سوره في القران الكريم اسمها سوره النحل. فتخيل يعني، وكانوا زمان الرومان والمصريين القدماء كانوا عندهم ان عسل النحل اقيم من الذهب، ولذلك في التحنيط بتاع المصريين القدماء او الفراعنه زمان كان لازم يتحط جنبيهم اناء فيه عسل، هم معتقدين في ده. فده طبعا كان حاجه جميله جدا جدا ان احنا العسل، وياريت كلنا نرجع للسنن اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها، وان سيدنا محمد قال لنا عليها ونصحنا بيها، وان القرآن الكريم امرنا بيها، وان الطب القديم والطب الحديث بينصحنا بيها. ومفيش حاجة اسمها ان عسل يضر، العسل الوحيد اللي يضر اللي هو العسل المغشوش، ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن تضر الانسان. خلاف ذلك مفيش حاجة اسمها ان عسل يضر،
طبعا انا عشان خاطر اعرف عسل سليم من عسل مغشوش، انا هقول لك على حاجه بسيطه جدا عشان ما يعني ما تصدعش، وكتر الطرق الكتير اللي هم بيستخدموها الايام ديت كل شويه على اليوتيوب، وده تعرف العسل المغشوش من السليم، وده كله شغل نصب ولا في اي حاجه من الصحه. بس يعني افضل حاجه ليك ان انت تطلع على مختبر او تشوف العسل ده فيه نسبه سكريات ايه، او هو سليم بنسبه كام، وايه الزهور اللي هو متغذى عليها العسل ده، افضل حاجه ليك. طبعا اختبارات كتيره جدا، وان شاء الله هنقول لكم عليها في حلقه تانية عشان ايه نفصلها لكم بالتفصيل، تمام. ومن ضمن الحاجات اللي هي هنتكلم عليها النهارده فوائد العسل، احنا كده اتكلمنا عن قرص العسل وخدنا نبذه بسيطه خالص عن النحل. العسل ده يا جماعه لو اتشرب الصبح على الريق، على فكره معنى كلمه شربة عسل مش ان انت تاخد معلقه عسل كده، لو انت خدت معلقه عسل كده مجرد ما تاخدها كده هتضر المعده. ازاي؟ اول حاجه هتحس ان انت نفسك مجزوعه، هتحس ان في حرقان في فم المعده، ممكن تحس بعد كده ان في ارتجاع في المريء، وهيحصل لك مشاكل كبيره جدا جدا. معنى كلمه شربة عسل وان الرسول عليه السلام قال لنا عليها شربة عسل، وان القران قال يخرج من بطونها شرابا مختلف الوانه، دي معناه ان هنا العسل لازم يتحط على ميه، لازم، ده ربنا اللي قال كده. ازاي؟ هاخد معلقه صغيره من العسل ده، وبعد كده هحط المعلقه دي على كوبايه الميه وادوبها كويس واشرب منها. طيب العسل على الميه ده يا جماعه هيعمل ايه؟ اول حاجه العسل على الميه ده مفيد جدا 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 للجهاز الهضمي، ده رقم واحد. رقم اتنين مقوي عام لجهاز المناعه من الدرجه الاولى. رقم ثلاثة منشط للدوره الدمويه اللي موجوده في الجسم من الدرجه الاولى. رقم أربعة والأهم إن شرب المية على العسل بيشيل كل الترسبات الضارة اللي موجودة في الجسم بالكامل، زائد كمان إن هو بيعمل عملية فلترة لكل السموم الخاصة بالكبد، زائد كمان إن هو بيمنع تكوين حصوات الكلى وتكوين حصوات المرارة، ده كله من شرب العسل على المية بس، إحنا ما اتكلمناش في حاجة تانية. زائد كمان الناس اللي هم بيعانوا من مشاكل الصدرية ده مفيد جدا جدا ليهم. طيب لو احنا ضفنا العسل، انا بتكلم على العسل بس، لو ضفنا العسل على زيت الزيتون وخل التفاح، المفجر الاول للدهون، المفجر الاول للدهون الخاصه بالشرايين، اول حاجه بيشيل اي مشاكل خاصه بالصلبات الشريانيه هو خل التفاح وزيت الزيتون والعسل. ويا سلام لو انا حطيتهم على كاسه ميه وقلبتها كويس هيبقى زي الفل خالص، ده حاجه جميله جدا جدا جدا. وكمان العسل على الميه بيقي من امراض السرطانات كلها، وخصوصا سرطان القولون ده اهم حاجه، وكمان بيمد الجسم بالطاقه بطريقه كبيره جدا خصوصا عند الاطفال. ويفضل ان احنا ما نستخدمش العسل غير بعد سن سنه او اكتر بالنسبه للاطفال، قبل كده ده يضر الطفل بطريقه كبيره جدا. واول مكمل غذائي المفروض ان احنا نستخدمه هو العسل، تمام. الحاجات دي كلها مفيده جدا، يبقى هنا العسل مفيد للكلى والمثانه بشكل عام، ومفيد جدا للجهاز الهضمي، ومفيد جدا للجهاز العصبي، ومفيد جدا للمشاكل الفيروسيه والبكتيريه اللي بتخش المعده، لان هو مقوي عام لجهاز المناعه، وفي نفس الوقت برضك مفيد جدا عشان خاطر اصابه قرح المعده والتخلص من حالات الامساك والتعنيه، اي مشاكل زي كده دي كويسه جدا. كمان ان هو بيعالج مشاكل العقم عند النساء، وبيمنع او بيحمي الرحم بشكل كامل. ده بالنسبه ل فوائد العسل، ده اللي احنا اتكلمنا عليه. هنيجي بعد كده نتكلم معاكم عن حاجه اسمها غذاء الملكات، دي اسمها غذاء الملكات يا جماعه. غذاء الملكات دي حاجه مهمه جدا جدا، وانا عاوز بس يعني ان انا اوريكم شكلها، هي دي شكلها تقريبا، دي شكلها، ده غذاء الملكات، ده بالشكل ده كده. غذاء الملكات دي يا جماعه حاجة جميلة جدا جدا، سبحان الله. غذاء الملكات ديت احنا ممكن نستخدمها بحاجتين، ممكن ناخدها كده نحطها تحت لساننا على طول، وممكن نستخدمها على عسل النحل ان احنا نفضيها هنا على عسل النحل، برضك ده كويس جدا ويجيب معانا نتيجة كويسة قوي. طيب غذاء الملكات ده يا جماعة بيعمل ايه عشان تبقى انتوا عارفين؟ أول حاجة غذاء الملكات ده غذاء الملكات اللي بيفرزه الملكات، وفي نفس الوقت ده اللي بيتغذى عليه الملكات. ده اللي بتغذى عليه الملكات يا جماعه ازاي؟ هقول لكم انا ازاي. اول حاجه في جوه في الخليه في ناس وظيفتهم ان هم يقوموا بتغذيه الملكات، بيغذوا الملكات دي بغذاء الملكات،
هو ده غذاء الملكات، يعني ده اكل الملوك اللي هو ايه؟ غذاء الملكات. تخيل ان غذاء الملكات ده اكل الملوك، ومين بقى الملوك اللي بياكلوه؟ اللي هم اللي هي الملكه اللي في الخليه. تخيل ان الملكه اللي في الخليه ده بيزود عمر الملكه مش باليوم او بالشهر، لا بيزود عمر الملكه في الخليه من 3 لـ5 سنين بالظبط. وده من الحاجات اللي هي مفيده جدا 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 وبنشتغل عليها بشكل عام. وفي نفس الوقت انا هقول لكم بعض الفوائد الجميله اللي احنا هنشتغل عليها بالنسبه لغذاء الملكات وعسل النحل. اول حاجه، اهم الفيتامينات اللي موجوده داخل غذاء الملكات دي يا جماعه هو فيتامين سي واي، وفي كل الحاجات اللي هي خاصه بالاملاح والمعادن زي البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم وانزيمات الهضمه بالكامل موجوده فيه. طيب غذاء الملكات ده يا جماعه، اول حاجه احنا قلنا ان هو للملكه، وان الملكه دي وظيفتها ان هي بتبيض، قاعده تبيض كل شويه، بيض 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 كتير جدا، مش عاوز اقول لكم بالالاف والملايين. يبقى هنا رقم واحد غذاء الملكات ده، رقم واحد هنا ان هو مفيد للخصوبه. ومعنى كلمه الخصوبه، يبقى تعالى بقى عند الستات اللي هم بيعانوا من مشاكل الخاصه بالعقم بشكل عام، او بالمبايض او بضعف المبايض او الكلام ده كله، ده اول حاجه مفيده ليها، ده خاص بالخصوبه عند النساء، خاص ده عند النساء خاص بيهم، خصوصا لو في اي ضعف او في اي مشكله خاصه بالخصوبه عندها. ومفيد جدا عند الرجال ان هو بيزود عدد الحيوانات المنويه وبيزود الحركه والنشاط. مفيد جدا 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 بشكل عام للناس اللي هم بيعانوا من الشيخوخه المبكره، ومفيد جدا للاطفال اللي هم بيعانوا من مشاكل الذاكره وهم عندهم ضعف في الذكاء وعندهم مشاكل في النسيان والحاجات ديت. وفي نفس الوقت برضك اكتر حاجة يا جماعة زي ما قلنا لحضراتكم ان هي مفيدة بشكل عام للخصوبة هي غذاء الملكات، لانها بتنشط المبايض وبتقويها. وفي نفس الوقت يا جماعة الناس اللي هم عندهم مشاكل في الالتهابات، او مفيد جدا عشان خاطر الناس اللي هم بيشتكوا من العضلات بشكل عام، خصوصا عضلة القلب، يعني اكتر حاجة بتقوي العضلات بشكل عام هو غذاء الملكات، تمام. وفي نفس الوقت برضك بيحمي الجسم بالكامل من جميع انواع السرطانات، زائد ان هو مقوي اول لجهاز المناعه ومضاد حيوي للجسم الدرجه الاولى، زائد ان هو مضاد للاكسده بشكل كامل. ده كله خاص بغذاء الملكات. وغذاء الملكات يا جماعه فيه كل البروتينات والاحماض الدهنيه العاليه اللي موجوده اللي احنا ممكن نتخيلها. وعلى فكره غذاء الملكات ده هو الاول في العالم كمضاد حيوي، وهو الاول كمضاد للاكسده، هو الأول للخصوبة عند الرجال والنساء، هو الأول لكل حاجة موجودة. غذاء الملكات ده هو أغلى حاجة موجودة في الخلية، وأغلى حاجة الملكة نفسها بتتغذى عليها. في ناس وظيفتهم داخل الخلية إن هم يغذوا الملكة، وغذاء الملكة هنا غذاء ملكات، لأن الملكة مش هتاكل أي أكل. يبقى أول حاجة بيطول العمر، بيزود الخصوبة عند الرجال والنساء، مفيد جدا للجهاز الهضمي بشكل عام، بيقي الجسم من امراض السرطانيه بالكامل، مفيد جدا للجهاز الهضمي، مفيد جدا لالتئام الجروح بشكل عام، مفيد جدا للناس اللي هم بيعملوا رياضه وعضلات وحاجات زي كده، مفيد جدا عشان خاطر الذكاء والذاكره والكلام ده كله. في حاجه مهمه جدا احنا مش قلنا عليها بالنسبه لغذاء الملكات، غذاء الملكات ده مفيد جدا للجلد بشكل عام، يعني انا النهارده لو حطيت غذاء الملكات ده يا جماعه على الجلد كده، اول حاجه بيعوض الكولاجين اللي ناقص في الجلد هو غذاء الملكات. غذاء الملكات ده بيشد البشره، بيعوض الجسم بالكولاجين اللي هو مفقود، في نفس الوقت بيشيل لو في نمش او كلف او هالات سمراء او اي حاجه زي كده. الماسك الاول عالميا او اغلى او انضف ماسك ممكن تستخدمه هو ماسك غذاء الملكات. هتاخد منه حاجه بسيطه خالص وتبتدي ان انت تدوره على ايدك كده او على بشرتك او اي حاجه، وتسيبه لمده 3 دقائق أو 5 دقائق، حاجه ممتازه جدا 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 جدا، ومن الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها بشكل كبير، وفي نفس الوقت بتجيب معانا نتائج هايله قوي قوي. طيب ده بالنسبه لغذاء الملكات. طيب بعد كده هندخل معاكم ونتكلم معاكم على حاجه اسمها حبوب اللقاح. حبوب اللقاح هي بالشكل ده، حبوب اللقاح بالشكل ده كده. حبوب اللقاح دي يا جماعه، ايوه حبوب اللقاح دي يا جماعه وظيفتها اهيت، ممكن نجيبها لكم كده عشان بس يعني تبقوا انتوا عارفين حبوب اللقاح شكلها عامل ازاي بعد اذن.
اهيت. حبوب اللقاح دي يا جماعة خليها معلش على الكاميرا شوية. حبوب اللقاح ديت أول حاجة، حبوب اللقاح دي يا جماعة عشان تبقى انتوا عارفين هي وظيفتها ايه بالظبط في الجسم، أو النحل بيعمل بها ايه. النحل بيسافر وبيلف كتير جدا حوالين الورود وبينزل الورد وبيمتص الرحيق، في جزء من حبوب اللقاح دوت بتاخده تحطه على اللعاب بتاعها، وبعد كده بتاخده على الخلية، وبعد كده الخلية بيستخدموا الشغالات اللي فيها كخبز النحل داخل الخلية. وخبز النحل عندهم هو حبوب اللقاح. تخيل ان الحاجة اللي النحل بيتغذى عليها، اللي الشغالات اللي هي يعني بتعمل مجهود وبتحرس الخلية وآلات دفاعية للخلية والكلام ده كله بيتغذى على حبوب اللقاح. يعني المفروض ان مفيش واحد رياضي في العالم ما يعرفش حاجة اسمها حبوب اللقاح، لان اقوى حاجة في الدنيا هي حبوب اللقاح. اقوى حاجة كمضاد حيوي للجسم هو حبوب اللقاح. اقوى حاجة بيعمل على بناء الجسم بالكامل والتئام الجروح هو حبوب اللقاح. اقوى حاجة خاصة بالرياضيين بشكل عام هي حبوب اللقاح. حبوب اللقاح دي يا جماعة من الحاجات اللي هي بتحتوي على بروتينات عالية قوي، وفي نفس الوقت فيها برضك انزيمات هضمة، يعني فيها بروتينات عالية وفيها انزيمات هضمة، وفي نفس الوقت فيها احماض امينية، وفيها طبعا مضادة للاكسدة بشكل عام، وطبعا هي بتنشط جميع الانزيمات وبتقوي الحاله الجنسيه بشكل عام يعني، وبتزود كمان كميه حركه الحيوانات المنويه وتنشطها، وبتساعد على عمليه الانتصاب، وفي نفس الوقت هي سريعه الاستشفاء. يعني اي حد عنده اي مرض مجرد ان هو ياخد من ده حاجه بسيطه خالص يحطه على ده اللي هو العسل ده، مجرد ان انت تاخد منه معلقه يوميا صبح او ليل ان شاء الله ده يبقى كويس جدا بالنسبه لك. وعلى فكره حبوب اللقاح ده اسمه صديق الكبد. يعني ايه صديق الكبد يا جماعه؟ صديق الكبد ده يعني بيمنع تراكم الدهون الكبد وبينشط الكبد، زائد كمان ان هو مفيد جدا جدا للفيروسات الخاصه بالكبد بشكل عام، وكمان بيرفع جهاز المناعه اللي هو خاص لمرضى الكبد، وفي نفس الوقت بيعطي الجسم بالطاقه العاليه، وخصوصا خلايا الجهاز او خلايا المخ والجهاز التناسلي والكلى والكبد. ده بالنسبه لحبوب اللقاح، زائد ان هو كمان مضاد للالتهابات، وزي ما قلت لحضراتكم اكتر استخدام ليه هو خاص بالرياضيين، وقلت لكم وظيفته داخل الخليه، وظيفته داخل الخليه هو حاجه بتعمل مجهود عالي جدا. فتخيل النحل اللي بيعمل مجهود عالي جدا ده اكله كله باللي هو خبز اللي هو اللقاح. ده حاجه جميله جدا جدا، وفي نفس الوقت يعني يجيب معاهم او بيديهم باور وطاقه عاليه قوي. يعني للرياضيين يديك طاقه وباور، للاطفال يديهم طاقه وباور، للناس اللي هم بيعانوا من مشاكل التئام الجروح زي مرضى السكر وخلافه ده جميل جدا. اكبر نسبه بروتينات في العالم هتلاقيها في حبوب اللقاح، وفي نفس الوقت برضك فيها انظمات هاضمه سبحان الله، وفي نفس الوقت صديق الكبد لانه بينشط الكبد، وفي نفس الوقت بيمنع تراكم دهون الكبد بشكل عام. طيب ده بالنسبه لحبوب اللقاح. برضك اخر منتج هنتكلم عليه خاص بمنتجات النحل هو حاجه اسمها البروبليز او العقبر. تمام، هو بالشكل ده كده يا جماعه. لو انتوا خدتوا بالكم وانا بتكلم معاكم، لو انتوا خدتوا بالكم وانا بتكلم معاكم على موضوع البروبليز من اول الامر، اللي قلت لكم يا جماعه البروبليز ده وظيفته ان هو بيسد الشقوق، وفي نفس الوقت بيعمل عملية سد لكل الشقوق اللي موجودة داخل الخلية، وبيمنع دخول الفيروسات والبكتيريا داخل الخلية، وبيعقم الخلية، وبيعمل طلاق داخل أي عدو داخل الخلية. في الوقت ده هتفهمه كويس أو هتعرفه كويس يعني إيه، بروبليز. بروبليز أول حاجة هو المانع الأول لدخول كل الفيروسات والميكروبات اللي موجودة، ده رقم واحد. رقم اتنين، البروبليز اقوى مقوى عام لجهاز المناعه لانه مانع. البروبليز اقوى معقم للجسم. البروبليز بيحارب الفيروسات الكبديه بالكامل، بيقضي على سرطان القولون. البروبليز بيقاوم حتى تسمم الغذاء. من فوائد الكتيره جدا 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 للبروبليز ان هو
منشط للدوره الدمويه بشكل عام. زائد كمان الناس او الاطفال او الاهالي اللي هو عندهم اولادهم بيعانوا من مشاكل اللوز او الالتهابات بشكل عام، ممكن يستخدم البروبليس ده كغرغره، يعني يحطه في بقه كده على شويه ميه ويتغرغر بيه، ده مفيد جدا، ده قاتل لكل الفيروسات والبكتيريا اللي موجوده بشكل عام. ده كله خاص بالبروبليس. زائد كمان ان البروبليس ده يا جماعه بيعالج تسوس الاسنان، وكانوا زمان بيعملوا الصمغ دوت كده، يعني يجيبوه ويحطوه بقهم اكنه البان، ده مفيد جدا عشان خاطر الناس اللي هم بيعانوا من مشاكل العصب السابع بشكل عام، او من تسوس الاسنان، او من رائحه الفم الكريهه، او من نزول الحشو داخل السنان بشكل عام، لانه بيعوض السنان بالطاقه بتاعها بالكامل، زائد ان هو مقوي اول للثه من الدرجه الاولى. ده كله خاص بال بروبليز، زائد ان احنا زي ما قلنا حركه اقوى مضاد حيوي، اقوى مضاد حيوي داخل الخليه، واقوى مضاد حيوي للانسان، واقوى قاتل للفيروسات والبكتيريا اللي موجوده بشكل عام. تخيل بقى دلوقتي لو احنا جبنا البروبليز وجبنا حبوب اللقاح وجبنا غذاء الملكات دول وحطناهم على شويه عسل كده بالشكل ده، هيبقى الوضع عامل ايه؟ ده كله انا لسه ما اتكلمتش معاك في حاجه، ده اكتشفوا ان انت لما بتيجي تحط نقطه عسل لوحديها على سره الطفل او الراجل الكبير او اي حاجه، اول حاجه بتمنع وجود او المشاكل الخاصه بالتهابات الجيوب الانفيه بالكامل والمشاكل الصدريه بالكامل، خصوصا لو في مشاكل خاصه بالامساك او الجهاز الهضمي، خصوصا لو في مشاكل باوجاع الام الظهر زي مشاكل عرق النساء، او بيعالج الربو، وفي نفس الوقت بيعالج الخلل اللي هو خاص بالضغط، اذا كان الضغط مرتفع بيخفضه، اذا كان منخفض بيظبط مشاكل الضغط بشكل عام، مجرد ان انت تحط نقطه منه على الصورة. زائد كمان ان هو بيعالج مشاكل اللي هي الخاصه بالتبول الليلي عند الاطفال، ممتاز جدا جدا جدا، من الحاجات الجميله قوي. طيب ده كله احنا اتكلمنا عليه باختصار، على فكره احنا لو عملنا حلقات وحلقات وحلقات عن كل حاجه من اللي احنا اتكلمنا عليها دي مش هيكفينا، بس احنا دلوقتي تخيل ان احنا هنحط ده اللي هو البروبليز ده، وهنحط مثلا اللي هو حبوب اللقاح ده، دول كده، وهنحط ده على ده. تخيل دول كده، دول كده لوحديهم حاجه ممتازه جدا وروعه جدا جدا جدا. ده احنا اتكلمنا عليه كمقوي عام للجسم، كمنشط للدوره الدمويه في الجسم، كمضاد للاكسده بشكل عام. ده كده بالكامل كمقوي للعضلات، الناس اللي هم بيلعبوا رياضه او خلافه، للناس اللي هم بينسوا الذاكره، الناس اللي هم عندهم مشاكل في الاعصاب، الناس اللي هم عندهم مشاكل في التورمات بشكل عام لانه بيوسع الاوعيه الدمويه، الناس اللي هم بيعانوا من مشاكل الضغط المرتفع، الناس اللي هم بيعانوا من مشاكل القولون، الناس اللي هم بيعانوا من الالتهابات الرئويه خصوصا الصدر والربو والكلام ده كله. ده من الحاجات الجميله جدا جدا، يعني انا ممكن اعمل الخلطه دي واخليها للرياضيين او اخليها لاي حد من الناس اللي هم بيستخدموا الحاجات دي. طبعا الحاجات دي كلها احنا اتكلمنا عليها كعسل ومنتجات العسل. طب انا النهارده مثلا عاوز اعمل حاجه زي الجينسنج، ده حاجه اسمها جينسنج احمر كوري. الجينسنج ده انواع كتير جدا، في منه الابيض وفي منه الاحمر اللي هو دوت، وفي منه انواع تانية. طبعا ده برضك من الحاجات المفيده جدا، مضاد للالتهابات والاكسده، وفي نفس الوقت مضاد لجهاز مقوي عام لجهاز المناعه، ومقوي جنسي، ومضاد للسرطانات بالكامل، وهو من الحاجات المفيده جدا جدا. ولو اضاف الجينسنج على عرق السوس كمشروب بيعوض البشره باي نقص او اي خلل حصل في البشره بالكامل. طيب الحاجات دي كلها كده اللي احنا اتكلمنا عليها دي الحاجات اللي هي خاصه بالعسل ومنتجات العسل، بس احنا كده ما خلصناش حاجه. ليه بقى؟ لان احنا النهارده يختلف الحاجات اللي احنا عملناها دي على بعض على كل انسان على حسب حالته وعلى حسب ايه مشكلته. يعني مثلا النهارده في واحد عنده مشكله في الخلفه، طيب الواحد ده سنه كام؟ وهياخد النسب كام؟ وهياخد كل حاجه بتبقى لها نسبه، الكيلو ده هياخد عليه قد ايه غذاء ملكات؟ قد ايه بروبليز؟ قد ايه حبوب لقاح؟ حبوب اللقاح اللي هنا لازم تكون ما عليهاش اي حاجه من متبقيات المبيدات الحشريه، لان لو عليها اي حاجه من متبقيات المبيدات الحشريه هتضر الجسم بالكامل بدل ما هي هتفيدك هتضرك. غذاء الملكات دوت خلي بالكم عشان لو هو صيني هيضرك. البروبليز برضه خلي بالك النهارده بتغش. كل الحاجات دي النهارده لازم تكون من مكان امن عشان خاطر اعرف اوصل للي انا عاوزه. زائد على كده وكده كمان يا جماعه، كل ما انا بعمل الحاجه وانا متيقن وعندي يقين في الله سبحانه وتعالى ان هي هتجيب معايا نتيجه كويسه، والله العظيم ثلاثة ان شاء الله هتجيب معاكم نتيجه كويسه جدا. يعني انا عاوز اقول لكم على حاجه بسيطه خالص كنت انا في يوم من الايام بمر بيها، وبعدين الدكتور قال لي ما تاخدش عسل، فقلت له ازاي وكده،
فحتى شرحت له حديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، في واحد راح الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اخي يشتكي بيت الداء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اسقيها عسل، فرجع تاني قال له اخي يشتكي بيت الداء، قال له اسقيها عسل، فرجع تاني قال له اخي يشتكي بيت الداء، فقال له اسقيها عسل، فرجع ثالث مره قال له كذبت بطن اخيك وصدق الله. كلمت مع الدكتور بالشكل ده، قال لي لا العسل ده مش هيجيب نتيجه خالص ومش عارف ايه وكلام زي كده. عاوز اقول لكم يا جماعه ان بعد شهرين والله العظيم مع التحليل، اقسم بالله العلي العظيم، ان انا لقيت المشكله اللي كانت عندي اختفت. صدقوني دي حاجه. الحاجه التانيه، الناس اللي هم بيعانوا من مشاكل الحمل، يعني مثلا واحده خلفت وعاوزه تخلف تاني، فاللي هي الوسيله اللي بتستخدمها حصل فيها مشكله، خلل في الهرمونات او خلافه او كلام زي كده، فهتروح للطبيب، الطبيب هيقول لها لازم تمشي على شويه ادويه عشان خاطر ننشط المبايض ونعمل حاجات كتير عشان خاطر يحصل حمل بطريقه كبيره او بسرعه كبيره، والحمل ده مثلا ممكن يحصل بعد سنه او اكتر. طبعا ده كله كلام مش مظبوط. الحاجات الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لينا، الحاجات دي جميله جدا وبتجيب معانا نتائج ممتازه خالص، وفي نفس الوقت اقوى حاجه ممكن نستخدمها من الطبيعه. احنا المره اللي فاتت لما جينا اتكلمنا معاكم على شرطه المحجم وخدنا منها نبذه بسيطه، والنهارده اتكلمنا معاكم على العسل وخدنا منه نبذه بسيطه. احنا اتكلمنا على العسل وخص منتجاته، لكن ما اتكلمناش على العسل وزيت الزيتون، ما اتكلمناش على العسل وخل التفاح، ما اتكلمناش مثلا على العسل ومر، ده حاجه اسمها مر بطارخ. يعني يا جماعه العسل ومر بطارخ ده، الناس اللي هم بيعانوا من مشاكل القرح ومشاكل الجروح بشكل عام، مجرد ان انا اطحن ده اللي هو ده واحطه على العسل اللي هو دوت واحطه على العسل بشكل عام، ده هيجيب معايا نتيجه ممتازه جدا، مفيد جدا لالتئام الجروح والتئام القرح. زائد كمان ان السمسم ده لو اتحط على العسل ده اقوى حاجه كالسيوم لهشاشه العظام وقشونه المفاصل، والناس اللي هم بيعانوا من الغضاريف بشكل عام كل 3 ثواني بيحصل شرخ في العظام على مستوى العالم. سببه ايه؟ نقص الكالسيوم. طب ما اعوض الكالسيوم، السمسم موجود. برضك من الحاجات المفيده جدا القرفه على العسل للبشره، ممتازه جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت بيعوض البشره بالكولاجين اللي ناقص فيها وبيديها كل المكسبات او المرطبات بشكل عام، وبيقوي الجلد نفسه، وفي نفس الوقت بيشد البشره، وفي نفس الوقت بيجيب معانا نتائج ممتازه جدا. القرفه على العسل. طب لو انا خدت القرفه على العسل اكل، لو انا اخدته عند الاطفال اللي هم بيعانوا من مشاكل التبول الليلي قبل النوم ب3 ساعات، ده ممتاز جدا للكلى والمثانه، مش هيحصل تبول ليلي، بس مجرد ان انت برضك لازم تمنعه من المواد الحافظه والحاجات اللي هي ممكن تضره، وخصوصا ان هو يمنع الاكل والشراب قبل الاكل قبل النوم ب3 ساعات. طيب لو اتكلمنا على عسل وحبه البركه، اقوى حاجه لغذاء المناعه ومنشط للدوره الدمويه في الجسم. لو اتكلمنا على العسل والزنجبيل، اقوى حاجه للاعصاب واقوى حاجه للجنس. لو اتكلمنا على العسل والبلح، ده الاكل الذهبي او المشروب الذهبي. تخيل ان انا بحط التمر اللي فيه كل المكملات اللي ربنا سبحانه وتعالى صنعها في الارض مع العسل. معنا اتصال. ايوه الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يخليك. حضرتك يا دكتور، جوزي ظهره برجله ما بيقدرش يقف عليهم خالص، لو في علاج يا دكتور لو سمحت يعني، معلش. تقول لي عليه تعبان خالص وما فيش شويه، عنده الغضروف في ظهره ورجله ما بيقدرش يقف عليها خالص. هو عمره كام سنه؟ 35. 35 سنه. وزنه كام؟ يعني في حدود 95. وطوله؟ 190. طيب هو الفرق تقريبا مش بسيط، يعني بسيط بس ان شاء الله يعني. طيب هو في عنده اي مشاكل صحيه تانية؟ منه هو حلاق، فطول عمره واقف على رجليه. طول عمره واقف على رجليه، فعامل عمليات يعني مثلا ايه دوالي. ظهره على طول وجعه، ورجله على طول منمله. تمام. طيب هو مشاكل ظهره من تحت خالص، من اسفل الظهر خالص؟ ايوه، من اسفل الظهر. جايبه معاه الرجل الشمال ولا اليمين؟ لا اليمين. الشمال. 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 طيب ماشي، اسمعي الرد. طيب بص، هو اول حاجه لازم اخد بالي منها ان انا لازم يعني اقوي موضوع العظام شويه.
هقوي موضوع العظام ده، عندي كذا حاجة عشان خاطر أدي العظام حاجات فيها كالسيوم وفيها فيتامين دي، لأن أي مشكلة في العظام بيبقى في الغالب إن بيحصل عندنا نقص في فيتامين دي بشكل عام. ونقص في فيتامين دي ده يا جماعة أنا قلت قبل كده إن إحنا أكثر حاجة بنكتسبه منه هو الشمس، بعد الشمس زيت الزيتون والتين. أجيب كيلو تين وكيلو زيت زيتون واحط التين في زيت الزيتون، وممكن احط عليهم كمان سمسم، ده يبقى من الحاجات الروعه قوي. يبقى انا خدت فيتامين دي وخدت الكالسيوم اللي انا عاوزه، وفي نفس الوقت برضك ممكن اجيب بعض الزيوت زي زيت الشطه والزنجبيل والقرنفل والنعناع بنسب متساويه، واتم او استخدمهم كدهان للمنطقه المصابه. ومعنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. انا برضو عندي مشاكل الظهر، مشكله في الظهر برضو يا دكتور. عمرك كام سنة؟ 63. وزنك كام كيلو؟ وزني حوالي 82. أيوة. لا 80 معلش، طولك؟ طولي 151. 151. اه طيب هو انت حضرتك في أي أدوية تانية بتاخديها أو أي مشاكل باخد صحية؟ أدوية اكتئاب بقالي حوالي 16 سنة. أدوية ايه؟ سكر؟ اكتئاب اكتئاب اكتئاب. اه اه طيب هي بتشطح الشهية شوية. اه طيب الدكتور انا قال لي على حاجه اسمها بودر جيلاتين، بروتين بودر جيلاتين. طيب اسمعيني، خليكي معايا واسمعيني. بصي، اول حاجه ما دام في عندنا مشكله في الوزن وفي مشكله في الاكتئاب، اول عشب المفروض نستخدمها هو الشوفان. لازم تخلي الشوفان ده هو مشروبك المفضل، اكلك المفضل، لان الشوفان السعرات الحراريه بتاعته قليله جدا، وفي نفس الوقت بينتج ماده مزاجيه كويسه قوي، بيخلي الاندروفين الموجود في الجسم عالي. الشوفان بيملى المعده بالالياف الطبيعيه، وفي نفس الوقت بيحسسك بالشبع الدايم، وفي نفس الوقت برضك بيديك الطاقه والباور اللي انت عاوزاه. يبقى رقم واحد عشان خاطر في مشكله اكتئاب فانا قلت لك الشوفان، ده رقم واحد. رقم اتنين هنحاول ان احنا ننزل الوزن تدريجيا. رقم ثلاثة هبتدي أشوف إيه مشكلة العظام بشكل كامل، ممكن إن أنا أعمل زي ما قلت لحضرتك في البداية إن أنا أجيب مجموعة الزيوت اللي أنا قلت لحضرتك عليها، أو ممكن إن أنا أستخدم عشب حب الرشاد مع بذر الكتان الاتنين مع بعض، ممكن أحطهم على مية عادية، ممكن أحطهم على لبن، ممكن أحطهم على زبادي، أستخدمهم بأي طريقة أنا حاببهم. في نفس الوقت ممكن أستخدم، وده أهم حاجة يا جماعة للناس بقى اللي هم بيشتكوا من العظام بشكل عام أو الخشونة أو آلام الغضاريف، في عندك القسط الهندي. القسط الهندي مع البان الذكر مع الكركم، التلات حاجات دول يا جماعه، القسط الهندي والكركم والبان الذكر، التلات حاجات دول هنا في الجيلاتين، في الكولاجين، في كل حاجه. خدنا الكولاجين وخدنا الجيلاتين وخدنا ايه كمان؟ الكورتيزون، وده اهم حاجه. التلات حاجات دول لو انا استخدمتهم على بعض انا ما عنديش اي مشكله خاصه بالعظام. لكل الناس اللي هم بيعانوا من مشاكل العظام، جرب الخلطه دي، كركم، لبان ذكر، قسط هندي. اضيف بقى عليهم عسل نحل، استخدمهم كده من غير اي حاجه خالص اللي انت عاوزينه، بس ده اكثر حاجه بيعوض السائل الهلامي، وفي نفس الوقت بيقوي العظام بطريقه كبيره جدا، وبيمنع تقارض الفقرات بشكل عام. وده من المشروبات او من الاعشاب الممتازه جدا اللي احنا ممكن نستخدمها للعظام بشكل عام. طبعا العسل احنا اتفقنا عليه، هو وحبوب اللقاح والحاجات دي كلها مهمة جدا 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 لبناء العظام بشكل كامل. انا النهارده بعمل حاجة اسمها هدم وبناء للجسم بالكامل عن طريق العسل ومنتجات العسل. انا النهارده بعمل التئام الجروح بطريقة كبيرة جدا من العسل والتئام ومنتجات العسل. بعمل كل الفيتامينات اللي في الدنيا والمعادن اللي في الدنيا والاملاح اللي في الدنيا باخدها من العسل ومنتجات العسل. وتخيل برضك ان العسل ده ممكن اضيف عليه الكركم واضيف عليه القسط الهندي اللي انا عاوز استخدمه مع مشروب لبان الذكر، من الحاجات الممتازه جدا جدا. معانا اتصال. الو، ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا حماتي كان عندها جلطه وبعد كده علقتها من الغضروف، الغضروف عندها وعينيها الوقت عملت فيها كذا حقن وعندها ضمور في عينيها وضغطها عالي بيعلى على طول. طيب هي عمرها كام سنه؟ طيب هو اول حاجه خليكي معايا اسمعي الرد. اول حاجه لازم يعني، معلش هو السن دوت، معلش يعني مع الحاجات الكتير اللي انت قلت عليها، لازم نتابع مع الطبيب بتاعنا، ده رقم واحد. رقم اتنين
من الحاجات يا جماعة اللي هي مهمة جدا جدا جدا، وبتعمل عملية تذويب الجلطات، وبتعمل عملية توسيع الشرايين بالكامل، وفي نفس الوقت من الحاجات الممتازة جدا جدا، هجيب حضراتكم البصلاية دهيت، البصلة البسيطة ديت أبشرها، وبعد ما أبشر البصلة ديت هقوم جاي حاططها في مصفى وأتك عليها بالمعلقة، هتنزل لي شوية عصير بصل قد كده. شوية العصير البصل دول ممكن أخد منهم معلقة من عسل النحل وأدوبهم فيها وأخدهم كده. أكتر حاجة بتوسع الشرايين بطريقة كبيرة جدا جدا، وبرضك من الحاجات اللي هي الممتازة اللي احنا ممكن نستخدمها لتوسيع الأوعية الدموية. ده خاص بشكل عام للناس اللي هم بيعانوا من نغز أو مشاكل روماتيزمية أو مشاكل خاصة بالشرايين أو مشاكل خاصة بالقلب بشكل عام. لكن مشاكل العظام ومشاكل الغضاريف يا جماعة إن شاء الله نحدد لكم حلقة ليها للعظام بشكل كامل، بس لازم نتبع الحاجات. أو بصوا، هي مشكلة العظام بشكل عام ده مشكلة نقص أو سوء تغذية. سوء تغذية إن احنا النهاردة اتجهنا لكل حاجة خارجية وسيبنا المغذيات اللي موجودة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها، لأن كل المغذيات اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها هي اللي فيها الفيتامينات اللي الجسم محتاجها. مجرد إن أنا آخد الفيتامينات والمكملات الغذائية داخل الوجبة الغذائية أنا كده ما عنديش أي مشكلة ومش هيحصل لها أي مشكلة. طب مجرد إن أنا خرجت بره ده هيحصل لي مشاكل في زيادة الوزن، هيحصل لي مشاكل في العظام، هيحصل لي تقارض في العظام، هيحصل لي مشاكل في نقص السائل الخلوي، هيحصل لي مشاكل في الدورات بشكل عام، دورات الجسم بالكامل في الدورة الشريانية أو الليمفاوية، هيحصل لي كل المشاكل دي. بالتالي انا لازم احافظ عليها بوجود المكمل الغذائي، واقوى مكمل غذائي بما اننا النهارده بنتكلم عن عسل هو عسل النحل ومنتجات عسل النحل، لان بيحتوي على كل الفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجها بشكل عام. وده من الحاجات الممتازه جدا اللي احنا ممكن نتكلم عليها النهارده اللي هو العسل ومنتجات العسل. طبعا الحاجات دي كلها اللي احنا اتكلمنا عليها، بس برضك ما اتكلمناش على العسل بالكركم. العسل بالكركم ده يا جماعه من الحاجات برضك الخاصة بالعظام بما اننا بنتكلم في العظام، والحاجات اللي هي المفيدة جدا جدا. احنا النهاردة هنجيب شوية كركم او معلقة كركم، وليكن معلقة الكركم ديت هنحط قصادها معلقة عسل نحل ونقلبهم في بعض كويس، وناخد منهم مرة الصبح ومرة بالليل. اكتر حاجة مضادة لالتهابات الاعصاب والتهابات العظام الكركم. اكتر حاجة مضادة لالتهابات او الفيروسات او البكتيريا اللي موجودة داخل الكبد الكركم. اكتر حاجه بتعمل عمليه فلتره لسموم الكبد الكركم. اكتر حاجه مفيده للجهاز الهضمي الكركم. الكركم او الكركمين، طبعا الكركمين افضل، ولكن الناس اللي هي ما تقدرش تجيبه الكركم، استخدم الكركم ولكن لمده معينه، وبرضك تحت اشراف طبيب، ده يبقى كويس قوي عشان ما يحصلكش مشاكل مضاعفه. الحاجات دي كلها حاجات مهمه جدا لازم ان احنا نستخدمها ونمشي عليها، وان شاء الله بامر الله الحاجات دي معانا ان هي بتقوي العضلات وفي نفس الوقت بتقوي الجسم وبتمد الجسم بالطاقه اللي هي محتاجاها. والحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي يا جماعه النهارده افيد حاجه ممكن تتخيلها وهتلاقيها بشكل كبير جدا. برضك من الحاجات الجميله اللي احنا ممكن نتكلم عليها النهارده هي جنين القمح. جنين القمح ده عباره عن عشبه، برضك من الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها في التخسيس وبتمد الجسم بالطاقه بشكل عام، وفي نفس الوقت برضك ممكن اضيفها على عسل النحل مفيده جدا. ممكن استخدمها على البشره برضك بعسل النحل مفيده جدا كماسك. طبعا الحاجات اللي بيدخل فيها عسل النحل حاجات كبيره قوي، ولكن انا مش عاوز اخرج بره الحلقه وبره نطاقها. ولكن العسل بقى، العسل بقى مفيد بقى للجلد ازاي؟ اول حاجه العسل ده يا جماعه بينعم الجلد بطريقه لا تتخيلوها. ممكن يضاف عليه حاجات كبيره جدا ان هي تعمل عمليه تنعيم الجلد وازاله الهالات السمراء او الرؤوس السمراء اللي موجوده في الجلد بالكامل، زائد ان هي بتعمل عمليه تفتيح السلويت اللي موجود خصوصا للناس اللي هم بعد عمليات التخسيس او بعد الولاده. واللي احنا ممكن نعمله اللي هو خاص بايه، هنجيب معلقه عسل نحل كبيره ومعلقه طمي كبيره ومعلقه ترمس مطحون كبيره، وفي نفس الوقت هنعمل ده عمليه تدليك للجسم بالكامل مع اضافه معلقه من اللوز المر. ده هينعم الجلد وهيشيل اي حاجه سمره فيها وخصوصا الاماكن الحساسه اللي هيفتحها، وفي نفس الوقت هيبقى مفيد جدا للجلد بالكامل. لكن لو هنتكلم على البشره، البشره بقى يا جماعه شوفوا بقى، لو انا حطيت العسل على الكركم ماسك للبشره ممتاز، لو انا حطيت العسل على الترمس المطحون للبشره ممتاز، لو انا حطيت العسل على زيت حبه البركه وزيت اللوز المر ممتاز، لو انا حطيت العسل على البطاطا ممتاز، لو انا حطيت العسل على الجزر ممتاز، ده كله ماسكات للبشره. طب لو انا حطيت العسل على المرطبات اللي هي خاصه بالبشره زي ايه بقى؟ النخاع او الخروع
الحاجات دي الحاجات اللي هي بتكثف او بتعمل كثافه للشعر بطريقه كبيره جدا. اخر حاجه، كل الناس اللي هم بيعانوا من كل المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها ديت، يا جماعه انا عاوز في الاخر انصحكم نصيحه، هي دع الملك المالك، خليك في اللي انت فيه، ان شاء الله خير، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيختبرك، هو ابتلاء او اختبار، ارجع لربنا سبحانه وتعالى، صلى على النبي كتير، استغفر ربنا كتير، لازم تحافظ على صلواتك بشكل كامل، لازم يكون عندك يقين في الله ان اي حاجه انت بتستخدمها هي فيها شفاء، حتى لو كوبايه ميه. وفي بيتين شعر كده يا جماعه لازم اقول لكم عليهم، يعني انا بحاول احفظهم، اللي هم: يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله، اليأس يقطع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فان الصانع الله، فإذا بليت فصب بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. انا بشكر حضراتكم جميعا، ويا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة. بشكر كل أساتذتي اللي بيساعدوني، بشكر الأستاذ الدكتور حمزة الشرقاوي كلية تكنولوجيا جامعة الزقازيق، أستاذ الدكتور عطية المغزنكي أستاذ علوم الأغذية والألبان، رئيس علوم الأغذية والألبان، الناس اللي بيساعدوني في كل حاجة أنا بشتغل فيها وبقدمها لكم. احنا بنتعب قوي عشان خاطر نطلع لكم مادة، عشان خاطر ان احنا نطلع نقول لكم احنا بنعمل ايه، احنا بنتعب جدا عشان خاطر في الاخر عاوزين نقول لكم ان شويه العسل دول هم اللي فيهم شفاء او اي حاجه زي كده. كل ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، الشافي هو الله. ربنا سبحانه وتعالى ادانا الداء والدواء علشان خاطر ان احنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى ونرجع لربنا سبحانه وتعالى ونتيقن في الله سبحانه وتعالى ان الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. فكل ما هو ات من الله سبحانه وتعالى احنا راضيين بيه. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده، ارجع تاني لابن القيم لما جه اتكلم عن العسل، قال لك: فهو دواء مع الادويه وغذاء مع الاغذيه، وقال لك ان هو حلوى مع الحلوى وطلاقة مع الاطليه ومفرح مع المفرحات، فما خلق الله شيئا في معناه افضل منه ولا مثله ولا قريبا منه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شكرا.